كريم وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود، ترنيمي وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود، من فيض القلب عرفان وحب، ترنيم جديد برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود، ترنيمي وعود. سلام المسيح، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج ترنيمي وعود. وفي هالحلقة رح نكمل اللي ابتديناه في الحلقة الماضية، هو المقامات الموسيقية والترنيم اللي بتيجي في مقامات موسيقية معينة. نبتدي بتسبيح الرب في أول جزء من البرنامج في مزمور الثالث العدد 3 اللي بيقول له: أما أنت يا رب فترسن لي مجدي ورافع رأسي. مبارك اسمه القدوس إذا الرب ترسك أي هجمات رح تجيك. قل له: أنا ممتن إلك يا سيد، أنا بشكرك لأنه فعلا أنت يا رب ترسن لكل من يقبلك، تكون ترس في حياته مجدي. كل شيء بفتخر فيه يا رب هو أنت يا رب، فخرنا عزنا يا رب، كل شيء نقدم لك السجود والعبادة والإكرام لجلالك يا سيد. أما أنت يا رب فترسن لي. أعظمك يا قدوس، مجدي ورافع رأسي، لك كل المجد. وهالمقام كان مقام بياتي، بياتي من المقامات الشرقية اللي مستعملة بكثرة حتى في الـ في الـ في الأغاني الشعبية للقرى، لأنها بسيطة جدا ومقام بسيط وقريب على قريب على الأذن العربية.
مقام الرصد. كتير قريب من مقام البياتي من ناحية النوتات المستعملة، لكن بيفرق الارتكاز. فالرصد البياتي مبني على الدرجة الثانية من الرصد. مقام الرصد، فأي شيء بيشابه هالمقام في ترنيمة رح يكون مكتوب على مقام الرصد. ترنيمة وعود. مقام الهزام أو السيكا. مقام الهزام. ترنيمة وعود. مقام الكرد.
مقام الكرد ومقام الصبا. Thank you.